استأنفت العيادات الطبية عملها بمكة المكرمة والتي تصل لإحدى عشرة عيادة طبية، ذلك لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية لهم على مدار الساعة. وجاء ذلك بعد أن أنهى ضيوف الرحمن أيام التشريق بمنى متوجهين لطواف الوداع. والله أحسن رعاية، ربنا يبارك لكم ويسعدكم الدنيا وآخرة. أنتوا خدمتونا خدمتونا وشفتوا مصالحنا في المخيمات، كنتوا واقفين لنا وفي ركوب العربيات حافظتوا عنا من الزحمة، والعلاج ما فيش بعد كده. شكر وثناء، شكر لله لأداء فرضة الحج بطمأنينة ويسر، وثناء لما قدمه أطباء البعثة الطبية من جهود مضنية على مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والوقاية كافة خلال الرحلة المقدسة. فالبعثة الطبية المصرية استأنفت عملها بعد يوم التشريق الثاني بعيادتها بمكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة. احنا عدينا عشان نتأكد من التزام الفريق الطبي اللي موجود، ولقينا كل الأطباء في جميع العيادات متواجدين، وكان في عجز في بعض الأصناف من الأدوية. فطبعا معنا فريق الصيادلة بصراحة اللي بيشتغل على مدار 24 ساعة، ودى وزع الحاجات اللي ناقصة، النواقص كلها بقت موجودة دلوقتي حاليا في كل العيادات. فالحمد لله كل العيادات فيها جميع الأدوية والمستلزمات، ما فيش أي نواقص فيها. في تردد شايفينه كتير عشان طبعا الناس راجع بعد المشاعر وبعد المجهود. وفرنا فحص الكورونا الرابيد أنتيجين، وكنا جايبينه معانا مصر وإحنا جايين، وفرناه في كل العيادات. وفي الحالات اللي بتستدعي ان احنا نعمل لها فحص كورونا بنعمل لها فحص كورونا. في المستشفيات 25 حاله تم حجزهم، خرج منهم 11 حاله وباقي 14 حاله في المستشفيات، حالتهم الحمد لله كويسه وفي تحسن، وتم الاجراء الطبي ليهم والجراحي، بس هم تحت المتابعه في المستشفيات. كما تم تزويد العيادات كافه بالمستلزمات الطبيه والدوائيه التي تتوافق مع طبيعه الحالات المرضيه لهذا الحدث الجلل. جهزنا كل الحاجات الخاصة بالتفويج بتاع الحجاج من المينا، الحاجات الخاصة بالألام، العظم، الإسهال، كل الحاجات الخاصة العدوى البكتيريا اللي قدر تعالجهم بيها الحمد لله وفرنا. الحالات معظمها إجهاد ونزلات برد نتيجة للجهد البدني لضيوف الرحمن خلال الرحلة المقدسة. ألم في العضلات نتيجة المناسك، وأزمات تنفسية من الإجهاد اللي حصل في الحج، وبعض الالتهابات في العيون، وطبعا من المشي المتواصل طبعا فحصل ألم في القدمين، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتعامل مع كل الحالات. قبول واستحسان من قبل الحجاج لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة. بصراحة دي كذا مرة جيت اخد علاج انا وزوجتي وناس كتيرة معانا في البعثة، فالناس متوفرة تقريبا، موجودين تقريبا 24 ساعة. الحمد لله رب العالمين، ما حدش يوصف إحساس الحج طبعا، الحمد لله رب العالمين، كناش نحلم باللي احنا فيه ده. والبعثة الطبية بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. البعثة الطبية أحسن حاجة وأحسن تنظيم، وما بتأخروش علينا في حاجة بصراحة يعني. ناس مشكورة، ما أثرتش معنا في أي حاجة، 24 ساعة العيادات مفتوحة، وقت ما بنعوز أي حاجة في أي وقت بصراحة ما بيتأخروش علينا، وأي علاج بنطلبه بنلاقيه موجود وكله متاح الحمد لله. مع استئناف عمل العيادات الطبية أطباء البعثة يعملون بلا كلل أو ملل لتقديم الخدمة العلاجية لضيوف الرحمن، فالكل يعمل في منظومة متناغمة ليكون عند مستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري.